جولة جديدة بين الصحف العربية والأجنبية، نستعرض فيها أهم حملات من عناوين ومقالات في حلقة جديدة من برنامج وقال القلم، والبداية دائما مع مانشيت. بداية مانشيت مع صحفي بيروت التي ركزت على التطورات المحلية إضافة لعرضها للتطورات العربية والدولية. نقرأ من السفير أبرز ما جاء فيها لهذا اليوم من عناوين. إذا من عناوين السفير نقرأ: موفد ملكي إلى بيروت يمهد لنزع الشمع الأحمر عن هبة التسليح السعودية في لبنان مجددا، تحشيد المواجهة أم التسوية. نقرأ من عناوين السفير أيضا: ملامح أولية لعهد ترامب، قبضة من حديد للصقور. أوروبا وأوباما مواصلة التعاون مع الناتو، بوتين سنحافظ على توازن القوى الاستراتيجي. واشنطن والخليج صفقة مقاتلات محتملة. نبقى في أروقة الصحافة اللبنانية ونختار ما جاء في عناوين البناء لهذا اليوم. من عناوين البناء نقرأ: ترامب يعين فريقه الأمني وحلب تبدأ أيام الحسمة، السعودية تحمي هادي. نقرأ أيضا من عناوين البناء: الحكومة بين خياري تطبيق تفاهم التيار والقوات وحصة الرئيس ب30 أو تمثيل أطراف الحوار الوطنية بقياس نسب التمثيل النيابي في صيغة الـ24. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة، المقدسيون يتحدون الاحتلال بأذان جماعي. تصدر استطلاعات الرأي الفرنسية جوبي: أنا لست كلينتون. نقرأ أيضا: ترامب يسمي فلين للأمن القومي وبومبيو للCIA وجيف للعدل. لافروف: محادثات الخبراء تبعث على الاكتئاب وتمديد التحقيق في الهجمات الكيميائية. نقرأ أيضا: الناتو لا يمكن عزل روسيا وواثقون من قيادة الرئيس الأمريكي المنتخب. أما من صحف الأرض المحتلة فقد ركزت على المواجهات مع الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية إضافة لعرضها عدد من الملفات الأخرى. نقرأ من الأيام المقدسية. إذا من عناوين الأيام: شهيد وجريحان في مواجهات مع الاحتلال شرق القطاع، عشرات الإصابات خلال قمع مسيرات بالقدس والضفة. الإخلاء يتهدد 69 مبنى فلسطيني في القدس المحتلة لصالح المستوطنين. تظاهرات في أراضي 48 ضد قانون منع الأذان. ترامب يختار 3 يمينيين متشددين لقيادة العدل والمخابرات المركزية والأمن القومي. إذن ننتقل بعد أن تابعنا صحف الأرض المحتلة لنتابع مع الصحف العربية الصادرة في لندن. فإلى جانب تركيزها على الشؤون العربية، إلا أن الفريق الخاص بترامب وتقديم تحليلات للوجهة السياسية الأمريكية مستقبلا كانت هي الغالبة على عناوينها. نقرأ من الزمن. إذن أبرز عناوين الصحيفة: القوات العراقية توسع سيطرتها في الموصل وداعش يزيد هجماته الانتحارية الإرهابية. مجلس الأمن يمدد التحقيق في هجمات بالغاز السام في سوريا. ترامب يعين ضمن فريقه شخصيات متشددة في قضايا الأمن والهجرة. وزير المال الألماني أوروبا ليس تحت رغبات بريطانيا. الحزب الحاكم في تركيا يعتزم تأسيس لجنة لتغيير الدستور مع القوميين. شركة كويتية تستقبل أول دفعة من النفط مقابل إنتاجها من الرقعة 9 بالعراق. صحف السلطنة ركزت لهذا اليوم على الأوضاع الميدانية العربية في كل من سوريا والعراق واليمن. نقرأ من الوطن العمانية ما جاء فيها. من عناوين الوطن نقرأ: الجيش السوري يتقدم بحلب ويسقط طائرتين للإرهابيين بدرعة، 20 قتيلا باحتدام المعارك في اليمن. القوات العراقية تتقدم بحذر وسط انفجار عشرات المفخخات شرق الموصل. شهيد وجرحى برصاص الاحتلال في غزة. ليبيا قوات حفتر تعلن قرب تحرير بني غازي بالكامل. إيران: نؤدي واجباتنا بشأن مخزون المياه الثقيلة. استمرار الاضطرابات بمخيم للمهاجرين في اليونان. إذا نتابع مع الصحافة الإيرانية أخيرا التي ركزت على انتهاك طيران العدوان السعودي للهدنة في اليمن ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى. من كيهان العربي نقرأ. إذا أبرز عناوين الصحيفة: طيران العدوان السعودي ينتهك الهدنة باستهداف المناطق السكنية في صعدة والبيضاء وشبوة.
الجيش السوري وحلفائه يتقدمون شمال شرق حلب وسط معارك ضارية. بوتين سنفعل المستحيل للحفاظ على توازن القوى الاستراتيجية في المجال الأمني. مظاهرات فلسطينية غاضبة بالأراضي المحتلة ضد قانون منع الآذان. نجا في ديمومة الاتفاق النووي رهن بالتزام الأطراف الأخرى بتعهداتها. بروكسل تظاهرات حاشدة للأكراد مطالبة أوروبا فرض عقوبات ضد أردوغان. الصحافة الأمريكية لهذا اليوم ركزت على تنصيب ترامب لمقربيه وأصحاب الولاء له في مناصب هامة واستمرار تظاهرات في الشوارع الأمريكية الرافضة لوجوده. نقرأ من وول ستريت أبرز ما جاء فيها. إذا The Wall Street Journal أبرز ما جاء فيها من عناوين لهذا اليوم كانت كالتالي: تذهب إلى صقور الموالين وترامب يكاد ينهي ملأ فريق الكبار. المدن التي تدافع عن سياسات احتضان المهاجرين تحت نيران ترامب. أوباما يحث زعماء الاتحاد الأوروبي إلى التعاون مع الولايات المتحدة بعد انتهاء ولايته. القوات العراقية تحرز تقدما حذرا في شرق الموصل. الإرهاب ينمو في الفلبين بفضل ميليشيات تابعة لتنظيم داعش الإرهابية. إلى هنا مشاهدينا ننهي منشط وننتقل لتقرير لأهم ما تناولته أقلام كتاب في إصدارات هذا اليوم. كتبت السفيرة اللبنانية في افتتاحيتها اليوم: خرج الدخان الأبيض من برج دونالد ترامب في الجادة الخامسة في منهاتن، وإلى نادي الجولف الذي يملكه في نيوجيرسي توجه الرئيس الأمريكي المنتخب لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، مطمئناً إلى ثلاث شخصيات من ذوي المواقف المتشددة في قضايا الأمن الوطني والهجرة التي اختارها أمس، والتي تعكس أسماؤها عدم تساهله في مواقف أطلقها خلال حملته الانتخابية، كما تؤكد من جهة أخرى أنه استعاد زمام المبادرة فيما يتعلق بعملية اختيار أعضاء إدارته المقبلة بعد الحديث الذي شاع عن خلافات عميقة داخل فريقه الانتقالي. يقول عبد المحسن يوسف جمال في القبس الكويتية: خطاب ترامب مرشحاً يختلف عنه رئيساً، وهكذا ستكون سياسته الخارجية، فإدارة السياسة لدولة عظمى كالولايات المتحدة لن تعتمد على عواطف شخص واحد وأمانيه وإن كان هو رئيسها، بل تعتمد على مصالح كبرى حول العالم، وتعتمد على علاقات دولية مع دول العالم كافة، وعلى اتفاقيات دولية اعتمدت على مصداقية أمريكا أمام العالم ومدى احترامها للمواثيق والعلاقات الدولية، وستكون من خلال مؤسسات تملك من النفوذ أحياناً أكثر مما يملكه الرئيس. اعتبرت صحيفة رأي اليوم في افتتاحيتها إن زيارة السيد جبير لواشنطن في ظل التطورات الخطيرة التي طرأت أخيراً على الملفات السورية والعراقية واليمنية، حيث معركة حلب في ذروتها في الملف الأول والموصل كذلك في الملف العراقي، وزيارة جون كيري نظيره الأمريكي إلى مسقط ولقائه مع وفد من الحوثيين في إطار مساعيه لوقف الاعتداءات في اليمن تمهيداً لاستئناف المفاوضات. هذا الغياب للجبير عن هذه التطورات المتسارعة يوحي بأن القيادة السعودية بدأت تنسحب منها تدريجياً وتضع علاقتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة على قمة أولوياتها. متابعة لآخر التطورات على الساحة السياسية العالمية معنا عبر الهاتف من بيروت أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية الدكتور جمال واكيم. مرحبا بك دكتور جمال. صباح الخير. صباح النور، أهلا بك دكتور جمال. بالحديث عن السياسة الخارجية الأمريكية في المرحلة المقبلة في عهد ترامب، هل ستحمل تغييرا وبدأت الصورة تتضح أكثر مع اتضاح الشخصيات التي اختارها ترامب لتكون في الإدارة المقبلة؟ يعني طبعا من الأسماء المرشحة لتكون يعني هي التي تدير السياسة الخارجية، فأننا نجد أن ترامب لجأ إلى الصخور في الحزب الجمهوري. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني هذا الفريق هو الذي كان يعني من ضمن فريق جورج بوش الابن عندما اجتاح العراق وأفغانستان
وأعلن يعني خطابا تصعيديا ضد الأعداء المحتملين للولايات المتحدة. فبالتالي يعني أعتقد أنه سيكون هنالك تصعيد في التوتر في عدد من نقاط الاحتكاك بين الولايات المتحدة والقوى الأوراسية في الفترة المقبلة، تمهيدا لأن يكون هنالك بعد ذلك احتمالات لانفراجات سياسية، ولكن ليس قبل نهاية الولاية الأولى بالحد الأدنى لترامب. نعم. إذا بناء يعني عليه دكتور جمال فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الأمريكية، مستقبل هذه العلاقات، خاصة ما يتعلق بجزئية التعاون المشترك، التعاون العسكري لتنفيذ ضربات مشتركة ضد الإرهابيين وإحياء الاتفاقات السابقة التي كانت بين موسكو وواشنطن في عهد أوباما والتي لم ينفذها الأمريكي ونقضها والتف عليها. يعني هنالك احتمال يكون هنالك تقارب نسبي بين الولايات المتحدة وروسيا على ضوء خروج يعني ألمانيا كلاعب أساسي في الفترة السابقة وسعي ألمانيا لتشكيل جيش أوروبي. هذا باعتقادي أقلق الأمريكيين والروس، فبالتالي ممكن أن يصل الولايات المتحدة وروسيا في عهد ترامب إلى نوع من تفاهم تعود فيه القوتان إلى تفاهمات شبيهة بالتفاهمات التي كانت من خلال الحرب الباردة، بحيث تطلق يد روسيا في أوروبا الشرقية في تحديدا منطقة أوكرانيا وبعض البلدان في البلقان، على أن يعني بهذه الطريقة تكون الولايات المتحدة ضامنة لنفوذها في أوروبا الغربية، وبذلك يعني تنتزع من ألمانيا ورقة أساسية لكي يعني يمكن من خلالها أن تلعب دورا مستقلا، فتعود بالتالي ألمانيا إلى الحظيرة الأمريكية. هذا أحد الاحتمالات. طبعا ارتداداته في منطقة الشرق الأوسط قد لا تكون سريعة يعني كما يرى الكثير من المتفائلين بإمكانية حلول قريبة في منطقة الشرق الأوسط، لأن الرهان الذي دخلت عليه الولايات المتحدة رهان كبير، ويعني حتى إذا كان هنالك نية لدى ترامب في أن يصل إلى حلول فإن المسار التفاوضي سيكون طويلا، وبالتالي لا أعتقد أنه سيكون هنالك حلول بالنسبة لسوريا والعراق بشكل فوري، يجب أن ننتظر بعض الوقت. طبعا ممكن أن يكون يعني التقارب الروسي الأمريكي قد يضمن حصة أو النفوذ الأمريكي ولو بشكل جزئي. نعم. لكن من دكتور جمال من قبل المتحدة. نعم في هذه النقطة بالتحديد من قبل المؤسسات الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، هل سنشهد عرقلة لهذا التوجه للتقارب مع موسكو من قبل إدارة ترامب؟ يعني هنالك مراكز، خاصة أن البنتاغون مثلا يعارض أي تعاون مشترك بين موسكو وواشنطن فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب. يعني هنالك مراكز قوى في الولايات المتحدة، بالنهاية السياسة الأمريكية الخارجية هي محصلة لتجاذبات بين هذه القوى، ولكن هنالك توجهات ثابتة بالنسبة للولايات المتحدة. الثابت في سياستها هو احتواء أي قوة أوراسية في قلب أوراسيا ومنعها من الخروج إلى طرق المواصلات البحرية، وهي الولايات المتحدة ترى أن روسيا تراجعت قوتها كثيرا في العقدين الماضيين، ولكنها لا تزال قوة عظمى. أما التحدي الأكبر فيبرز عبر صعود الصين، وهنا يعني بالنسبة للولايات المتحدة التي ترى احتمالات انتقال المنطقة الاقتصادية العالمية من شمال المحيط الأطلسي باتجاه المحيط الهندي وأجزاء من المحيط الهادئ، فبالتالي هي تريد أن توجه أنظارها إلى تلك المنطقة، ومن هنا يمكن أن يشكل فك اشتباك جزئي ولو جزئي مع روسيا في بعض المناطق أو حلحلة جزئية، أن توفر للولايات المتحدة القدرة على الالتفات إلى منطقة شرق آسيا، حيث ترى أن التحدي الأكبر سيبرز عبر الصين. نعم. ولكن يعني كمان
هوني هذا مرتبط ايضا بمصالح وبمصالح لدوائر نفوذ في الولايات المتحده. قطر العلاقه الاقتصاديه مع اوروبا وتوسيع اوروبا والمحاوله توسيع النفوذ ان كان في منطقه القوقاز ووسط اسيا يعني ممكن ان تؤثر على القرار ترامب بحلحلة الأمور مع روسيا. يجب أن ننتظر، ولكن يعني في الإجمال ليس هنالك من تحولات جذرية سريعة في السياسة الأمريكية الآن. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور جمال وكيم، أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، ما لا ننتقل لنتعرف على أسرار لم تعد كذلك على صفحات الصحف، إنما بعد الفاصل. بعيدا عن عالم السياسة، اخترنا سر اليوم الذي كشفته صحيفة لوموند الفرنسية بأن قطر دفعت نحو 3.5 مليون دولار لنجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى للحصول على استضافة بطولة كأس العالم لألعاب القوى عام 2019. ووفقا للبيانات الصادرة عن السلطات الضريبية التي حصلت عليها لوموند، فإن الصندوق القطري للاستثمار قام في 13 من تشرين الأول والسابع من تشرين الثاني عام 2011 بإجراء حوالتين بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليون دولار لحساب شركة متخصصة في التسويق الرياضي التي ترأسها دياك، وهو نجل السنغالي لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، وكان عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية في الفترة ما بين 1999 و2013. أهلا بكم في فقرة أقلام إلكترونية، ونتابع ما جاء في موقع جلوبال ريسيرش عن منظمة القبعات البيضاء إرهابية المحتوى التي تتواجد فقط في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية مثل تنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين، حيث كشفت تسجيلات فيديو وصور كثيرة مشاركة هذه المنظمة المزيفة في عمليات القتل والإعدامات الجماعية للمدنيين. ورغم تأكيد المنظمة أنها محايدة، إلا أنها تتلقى الدعم المادي من عدد كبير من الدول الغربية ومن تركيا. إذا نتابع ما الذي كشفه الموقع المذكور. لفت النظر إلى أمور أخرى أكدت عدم مصداقية المنظمة المذكورة وتعاونها مع التنظيمات الإرهابية، إذ أنها تدعي أنها جاهزة لعمليات الإنقاذ والإسعافات الطبية للمدنيين في ظل الظروف التي تمر بسوريا، إلا أنها لا تملك رقما كرقم النجدة المعروف في سوريا ب 113، ولا تتواجد إلا في المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية. أمر آخر أشارت إليه كذلك وأشار إليه الموقع، إلى أن كل عملية إنقاذ مزيفة تترافق بطاقم تصوير كامل وتصور العملية خلافا عن أي منظمة إنسانية أخرى. وتم النظر أيضا بأفرادها الذين اتضح أنهم خبازين سابقين، عمال بناء، سائقي سيارات، أجرة أو أي شيء آخر، بعيدا عن مؤهلات عمال الإنقاذ أو القادرين على تقديم العلاج الطبي للمتضررين من انهيار الأبنية أو المصابين بشظايا قذائف أو انفجارات. مشاهدينا، أما الآن ننتقل لنتعرف على صور بين الواقع والسخرية منه في الفقرة التالية. مشاهدينا، لرسائلكم وتعليقاتكم تابعوا صفحة البرنامج على الفيسبوك. نشكركم حسن المتابعة، إلى اللقاء.